السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا إخوان بدنا نخرج اللي هي أقوى أصلة بالعالم، أصلة صخرية، أصلة قوية فعلاً ومجرمة. حكيتنا نخرجها ليش؟ غيرت ثوب، شايفين الثوب تبعها؟ بدنا نأخذ الثوب تبعها ونحطه عند الذكر. هاي نجرب نشوف، نعمل تجربة، خليه يشم الريحة يتعود عليها، وبعدين ندخلها عنده على اساس نجرب نحط للتزوج. الكيت هاي مجنون الحياه، يعني نطلعها عشان برضه ننظف عليها ونطعميها كمان وجبه، بس بدي امسكها اول شيء مخلصها. طبعا هاي قويه، يعني قديش ربيت حياه واضخم نوع هاي، بس هاي قويه جدا. مزح معها هاي العضلات وبدها قوة، شايفين كيف مجنونة تشد عجري قاعدة. قديش بتقدر؟ طلع 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 الحك، ويل الله أكبر، قسما بعزة الله يا إخوان، أقسم بالله ما بزل عليكم، النحاس إجري بدها تنقطع، أقسم بالله إجري بدها تنقطع. هاي زيا إذا لفت طلع طلع قوة الشد، قد شد طلع، حط اصبعك هان طلع طلع شوف. اقسم بعزة الله اول مرة بحياتي، الله شو هذا، اول مرة بحياتي بشوف اصلة بهذا القوة، فعلا قوية جدا وفيش معها مزح، بس اجري شبه راحت يعني الدم. هاي اذا لفت فوق على الجسم تذبح ذبح، او على الايد، لا على ايدي، لا 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 مجنون. يا الله مك وعصرتها، قديش عندي حياة. فلت الراس، فلت الراس، فلت الراس، ايش يا الله، اقسم بعزة الله. جاكو بك على الارض. طيب كمته؟ هات 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 انت. قديش اللي بربي حياة؟ سنين، اقسم بالله قديش لفوا حياة علي وعركبتي، والله العظيم اني حسيت اجري انه اجري بدها تنقطع من قوة العصر. فعلا اقوى اصلة بالعالم رقم واحد. ضغط الضغط هاي لا سمح الله اذا لفت على ركبتك بتقدرش تفكها بتموت. هتناخذ الريحة توب تبعها، حطه عند الذكر. هاي اذا بنحطها عند ذكر نراكبها ونسكر تمها، لفت عليه بتقتله فورا. مو ذات مي، ناخذ جلد الذكر بس تخلص بتحطه عند الانثى. في حال كتيفها اجري، اقسم بالله الدم محشر فيها. طلعوا
شايف؟ قوية قوية هاي الحية، ممنوع حدا يسيبها ولا يتعامل معها، ماشي؟ إلا أنا. هات تبعت الملاكمة. طول بالك. دعوا لها يا شباب. بدي أرجع الحية يا شباب. ادعوا لي. يا الله. انا فحصها اول يا حبيبي، ترى هات كرتونه هين، هات شو بدي افحصها هاي؟ نحطها يا بارت. قبل ندخلها برضو بدنا نفحصها، حجهز الفحص. ايوه منيح. وين الراس؟ هذا الراس، استنى شوي. وين الراس؟ استنى، لا 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 واك، استنى استنى بعدين. دير بالك تبصرها بالفحص بالروحة. جاد؟ خلاص ماشي، جرب على الثانية ونفس الاشي. لا لا طيب ماشي، كله فات لا يهمش. هو لف 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 شف. ايوه دشر دشر بس. استنى شي داخل الجسم. ايوه تبعد ايدك، تبعد ايدك. افليت مكواها يا حبيبي، قطعت لي نفسي. شو بس مهمش، ارد اسحبها اسحبها، هيك تلزمش. لا ما هي لا، طب حط بدلها. خلص خليها مو قبل ما يجي. طب حطها تبعت المي هي ولا فيش يعني شيء. زي ما قلت لكم اخوان، الاصلة الصخرية اقوى اصلة بالعالم بصراحة، قوية جدا. إذا لفت على ركبتك لحالك سلامتك وتعيش، يعني مجرد ثواني بتخنقك، تفكها صعب مستحيل، صعب جدا يعني. اسحبها اسحبها، نحط بلا، حط له اياها بدونها بدونها بدون بلاش اياها كرتونه، بلا منها. هو اذا بتكيف بلا منها بعبيه زنخ، ما بعرفش انظف منها. كيف بتشرب الكرتونه؟ مرة جاي بطلع لكم اياها برا برا والعب انا وياها. دير بالك في مدة طويلة. بعرف. في شي عصاي؟ حمزة؟ اوعى ولا اوعى ما دير بالك. بعدين بيطلع لك هذا هيك بيطلع لك مجنون. ابعد شوي. اوعى. كيف الكف؟ شايف؟ ترى كيف بسوي ده انا بطلع؟ عطوا بتمسح مزح، ترى كيف بسوي ده انا بطلع؟ هذا جاهز للكتاب. شفت كيف؟ ده بمد طويل. طلع حبيبي، اكلنا بطيخ اكلنا بطيخ اكلنا بطيخ. هات تسيطر عليه، هات بسرعة بسرعة. انت في راسك شيء. اكلنا بطيخ، دخل جوا. ليش هالشي شيء دخل؟ يا الله وين الراس؟ وين الراس؟ دخل جوا، دخل دخل.
خليه يطلع راسه. سيطر بس على الراس. هات الكفة، هات الكفة، جيب الكفة واسحب الراس. جيب الكفة بك، بلاش تخدم راسه. هاي كفة عندك، هاي عندك الكفة. واعطيك راديو بلا اسحب. ايوه اسحب. انا هاي عند الباب عندي. استنى امسكوا بيدك، امسكوا بيدك، امسك بيدك. هاي الراس. كمل كمل كمل. عندي عندي. يلا امسك. حديت. امسك امسك. وعك تفلت، وعك يبدي يجي. استنى شوي، دخل شوي، دخل. لا لا تفلتش الراس. سكر الباب. اجا اجا اجا. يا رب الدنيا مجنون، مجنون ساعة. بس كبار يا حبيبي. خلص اذا فات جوا خلص. ايوه حط المي على السريع، حطها على الجنب. خلص